أود أن أبلغكم سلام رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الله يحفظه ويطول في عمره، وسلام ولي عهده الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه ويطول في عمره، والوالدة تسلم عليكم الله يحفظها ويحفظكم. يا أخوان، أنا جيتكم اليوم أسلم عليكم وأطمن على دلمة وهلها، وتأكدوا يا جماعة أن كل الطلبات اللي بتوصلنا إن شاء الله نتلبى، تسهلون الخير والضفو والكرامة والمعزة، فإن شاء الله نشوفكم قريب، ودلمة غالية علينا وهلها غالين، وإن شاء الله ما عليكم قاصر ولا عليها قاصر. وبالمناسبة يا أخوان، أريد أني أخبركم أن السباق اللي تم، سباق دلمة المرفأ، هذا بيكون سنوي، وجايزته بتكون 25 مليون درهم، وإن شاء الله أنكم تشاركون. صحيح مسافة طويلة، لكن الحمد لله يتم ولمت هو طيبة، وساعدتهم في الوصول في الوقت اللي كان نتمناه. عسى الله يحفظكم ويوفقكم إن شاء الله.